ولها الحرية التامة في حدود الثوابت الوطنية. مضيفا أن الرئيس الموريتاني أوصى اللجنة بالاحتفاظ بالآية التي في النشيد الحالي أو إضافة آية أخرى. اللجنة مطالب منها أنها تختار نشيد جديد، وأن هذا النشيد طبعا ينبغي أن تراعى فيه الثوابت ومعايير الأناشيد الوطنية اللي هي الحماس وحب الوطن والثوابت والارتباط بالوطن والدين. ورئيس الجمهورية مثل ما قلت لكم أوصى هذه اللجنة أنها تحتفظ بتلك الآية أو بآية أخرى من القرآن، لأن في فترة من الفترات ميز النشيد الموريتاني لدى البعض أو النشيد الذي كانت تتبناه موريتاني بالطريقة اللي تعرفه ميزوا أنه فيه آية، فرئيس الجمهورية أراد أن تلك الميزة تظل مرتبطة بالنشيد الموريتاني.